التحول الديمقراطي في تركيا كتاب نقشت مضامينه في يوم دراسي أقامه الفريق الحركي بمجلس المستشارين اليوم، وقد قدم فيه باحثان مغربيان قراءة نقدية مع تسليط الضوء على تقاطعات مضامينه مع التجربة السياسية والإعلامية ببلادنا. محمد رادي الليلي وعبد الهادي السكيبي. يفتح الفريق الحركي بهذا اليوم الدراسي الباب أمام النخبة السياسية للاطلاع على التجربة التركية الموصوفة بالديمقراطية الجديدة وبالمثال والنموذج على حد قول المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان. وعبر ذلك يتمسك الكاتب بالليبرالية ويربطها بما تسير عليه حاليا الأحزاب السياسية الليبرالية المغربية، خاصة على مستوى الدبلوماسية البرلمانية. أنا أعتقد أن الواقع التركي والواقع المغربي مختلف جدا. أساسا التنمية اللي احنا بنشوف في تركيا هي نتيجة العلاقات القوية اللي موجودة ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي والضغط الأوروبي بالنسبة للإصلاحات السياسية، الإصلاحات الاجتماعية والسياسية في تركيا. والضغط الأوروبي ده والتدخل الأوروبي ده مش موجود في جزء ده من العالم. وقد اجتمعت في هذا المؤلف المعروض على اللقاء آراء كتاب في السياسة والإعلام ومجالات أخرى، وذلك لم يمنع من المقارنة بين التجربتين. نعتبر بأن التجربة التركية يعني نجحت في إصلاح المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التركية حتى أصبحت من الدول المتقدمة، بحيث أنها أصبحت تحت الرتبة رقم 17 عالميا على المستوى الاقتصادي. كذلك ننفتح كذلك على مجموعة من التجارب الأخرى، ونعتبر بأن يعني التجربة التركية هي الأصلح وهي المتقاربة مع مثيلتها المغربية. هذه القراءات النقدية لبلد يبعد جغرافيا عن المغرب قد تجعل مسافة الرؤية بين البلدين قريبة جدا على مستوى البحث عن التحول.